أهلا بكم، أنا حازم. شرح تطبيق الواتساب للمبتدئين في عدة خطوات وفيتشرز ومعلومات هنحكيها النهاردة عن التطبيق للناس اللي أول مرة يستخدموا التطبيق، وإن شاء الله هتفيدكم في استخدام التطبيق وهتحسوا إن أنتوا بتتواصلوا أسهل مع أصدقائكم باستمرار. أول هام هنحمل التطبيق من الرابط اللي هسيبه لكم في الوصف. بعد كده بنفتح التطبيق، بيكون ده الشكل العام. الاختيارات اللي في الأعلى دي بتكون هنا الدردشة والحالة والمكالمة. لو انت عايز تعمل رسالة مع صديق تضغط على الخانة اللي في الأسفل دي، خانة الرسائل، تظهر لك الأصدقاء اللي عندك في الواتساب، بتضغط على أي شخص منهم وبتستطيع إن انت ترسل له رسالة عادية بمنتهى السهولة. مش بس كده، ده انت بعد ما تفتح المحادثة ممكن كمان ترسل له صورة او ترسل له تسجيل صوتي او ترسل له فيديو او ترسل له ملف على حسب الاختيار الموضوع اللي انت عايز ترسله له. ولو انت ممكن كمان في خانة البحث اللي في الاعلى ممكن تبحث بيها عن الصديق، وده بتكون الدردشة بالشكل ده. عندك هنا ممكن تكتب الرسالة وتبعتها له، كده الرسالة وصلته إذا عنده إنترنت. وعندك هنا في الأعلى ممكن تتصل اتصال عادي، وممكن تتصل اتصال فيديو، وعندك في الأسفل ممكن تبعت تسجيل صوتي، وممكن تبعت ملف أو فيديو على حسب ما أنت تحب تتواصل إزاي مع صديقك. تطبيق سهل جدا ومن أسهل التطبيقات التواصل اللي ممكن تستخدمها. طيب إذا في صديق مش ظاهر عندك على الواتساب إزاي بتتصرف؟ بتروح على الاتصال العادي، جهات الاتصال، وبتدخل على الرقم الخاص بيه وتضيف ليه الكود الدولي للبلد اللي انت فيها. يعني نفترض مثلا في دولة مصر، إذا الرقم مش مكتوب في أوله الكود الدولي حاول تكتب الكود الدولي. طب ازاي نوصل للكود ده؟ عن طريق الانترنت، تكتب اسم دولتك وبيظهر لك الكود الخاص بها تبع الاتصال، بتكتبه قبل الرقم وبتعود مرة تانية للواتساب وبيظهر لك الرقم وبتعرف تتواصل معاه بمنتهى السهولة. وده كان شرح بسيط وسريع للمبتدئين اللي أول مرة يستخدموا الواتساب. يا رب يكون الشرح أفادكم. ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك للفيديو، وإلى اللقاء.